سايبر تروك تسلا ايه الكلام ده؟ ازيك؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من شيك اكس كاجو. معانا النهارده صديقنا ابراهيم. هيقول يعني في ناس كتيره جدا مش عارفه ايه الفكره بتاعت تسلا وايه السايبر تروك اللي حصل. احنا هنقول لكم الموضوع بشكل مختصر جدا. السايبر تروك دي مفروض شاحنه جديده تسلا عملتها عشان عايزه تنافس في السوق بتاع التروكس، لان فورد كانت مسيطره على الموضوع ده بشكل كبير جدا. فقرروا ان هم يعملوا شاحنه تبقى سريعه جدا وفي نفس الوقت تبقى شغاله بالكهرباء وفي نفس الوقت تبقى متناول الناس في الفلوس. فطبعا فورد عامله الموضوع ده، عامله حاجه اسمها البيك اب تراك. البيك اب تراك دي اللي هي الاف 150. الاف 150 دي يعني على مستوى امريكا وعلى مستوى كندا هي اللي مسيطره على البيزنس بتاع البيك اب تراكس. اي حد عايز يشتري بيك اب تراكس بيروح على فورد على طول، ملهاش منافس. الكلام ده بقى له اكتر من 80 سنه. جه ايلون ماسك اللي هو الفاوندر بتاع تسلا قرر ان هو ينافس في البيزنس ده، فعمل حاجه اسمها السايبر تراك. السايبر تراك دي المفروض متاحه حاليا، تقدر تعمل عليها بري اوردر من الويب سايت بتاع تسلا، تدفع فلوس والشاحنه هتجي لك لغايه باب البيت. ايه الفكره فيها؟ ان هي سريعه جدا، شغاله بالكهرباء، موفره للطاقه، وفي نفس الوقت مش بتحتاج بنزين، هتوفر لك الفلوس وفي نفس الوقت حاليا متاحه. الكوميدي في الموضوع ان في الايفنت اللي كانوا بيعلنوا فيه ان السايبر تراك موجوده او هتستخدم خلاص، كان ايلون ماسك موجود على الستيج وكان بيعلن الناس ايه مواصفات الشاحنه الجديده. فهو قال، تقدروا تعملوا تشيك على اليوتيوب على الفيديو، ان الازاز بتاع السايبر تراك ضد الرصاص، فجاب طوبه ورماها على الازاز، الازاز اتدشمل، الازاز كله اتكسر، كان طبعا شكله وحش جدا، بس الناس ضحكت وقشطه وهيعالجوا الموضوع. بس فدي كانت النهارده حلقه مختصره جدا، كنا بنقول لكم ايه موضوع السايبر تراك. وات شيم جاجو اكس برام، دي خيانه يا جماعه، خيانه. جاجو بيعمل فيديوهات من غيري، خلصت. بس انا عاوز العقد التاني. فدي كانت حلقه خلاص، هي الحلقه خلصت.